طيب انا بس ننهي الباب. لا رضاعه بعد فصال، لا رضاعه بعد فصال. وروى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ارضاء ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا اخي. قال انظروا من تدخلنا عليكن فان الرضاعه من المبيعه. هذا حديث بالذات، هذا الحديث اوجب اشكالا كبيرا. قال انظرنا او انظروا من تدخلنا عليكن فان الرضاعه من المجاعه. وفي روايه عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع لا رضاع الا ما فتق الامعاء، لا رضاع الا ما فتق الامعاء. وفي روايه في روايه بنت ابي سلمة انها اخبرته ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشه وابين ان يدخل عليهن احد بمثل رضاعه سالم مولى ابي حذيفه، وقلنا ما يدرينا لعل ذلك كانت رخصه لسالم وحده. زينب تقول بذلك زي ما انت ابي سلمة. هذه الاحاديث كلها تبين لنا انه لا رضاع الا في الحولين، لا رضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم، ما لا رضاع الا من المجاعه. فمعنى ذلك ان هذا الاحاديث تبين لنا ان الرضاع الكبير لا يحرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من تدخلنا عليكن فانما الرضاعه من المجاعه. اذا قلت هو اخ لك في الله، اخ لك في الرضاعه، ان كان اخا في الرضاعه فلا بد ان يكون قد رضع معك ايش؟ صغيرا صغيرا، والرضاع ايضا يكون خمس رضاعات كما سياتي. الاشكال عندنا هنا ان الحديث هذا اوجب اشكالا. حديث عائشه رضي الله عنها ارضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا اخي، قال انظروا من تدخلن عليكن فان الرضاعه من المجاعه، اوجب اشكالا. ما الاشكال؟ الاشكال في ذلك ان عائشه رضي الله عنها ارضاها هي التي تقول بان الرضاع الكبير يحرم، وهنا هي التي روت لا رضاع الا من المجاعه، والراوي اعلم بما روى، فاوجبت اشكالا. ازاي عائشه تخالف الحديث الذي روته؟ كيف عائشه تخالف الحديث الذي روته الحديث سالم، وهي اللي روت الحديث لا رضاع الا من المجاعه؟ فله توجيهات. التوجيه الاول ان عائشه ما دامت قد روت هي التي تعلم التاريخ، فيكون عندها لا رضاع من المجاعه انه ايش؟ منسوخ بحديث سالم مولى ابي حذيفه، ولان الاحكام لا تكون على الاعيان فتقول بالنسخ. هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني ان هذا على الغالب، لا رضاع من المجاعه الا على الغالب، وان مساله سالم مساله ايه؟ واقعه حال يقاس عليها غيره، يقاس عليها غيره. لكن هنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ابين دخول من رضع كبيرا. كانت عائشه اذا ارادت احد ان يدخل المسروق كان بيدخل لانه من رضاع، فتجعل اختها وتجعل بنت لاختها تعصر ثدي وتاخذ في القاروره الخمس رضعات فتعطيه اياه فيشربها فتقول له ادخل فيحرم. لحديث سالم مولى ابي حذيفه. وايضا في قوله فان الرضاعه من المجاعه لم يوقت توقيتا، لكن عندنا ادله كثيره جاءت بالتوقيت وهي خمس رضعات مشبعات. قول النساء لا تحرم المص ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان، لا تحرم. فيبقى اذا هنا عندنا الاصل انها اما يكون ثلاث واما ان نقول بانه ايش؟ خمس رضعات مشبعات يشبعنا يحرمنا. طيب الفوائد المستنبطه، اصل الاحكام على الاحوال لا على الاعيان. اصل الاحكام على الاحوال لا على الاعيان. من قواعد اللغه ان النفي والاثبات يفيد الحصر. لا رضاع الا من مجاعه، يبقى اذا الرضاعه من مجاعه فقط. لا رضاع الا ما فتق الامعاء، يبقى لا رضاع حصر وقصر. الصحابي قول الصحابي لست حجة على غيري، قول الصحابي لست حجة على غيري حتى تأتي قرينة ترجح بينهما. وهذا الخلاف الذي كان بين عائشة وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا تسليما.